الآن بودنا أن نقدم التهنئة باسم منصة أريد العلمية للباحثين أعضاء المنصة الذين حصلوا على ألقاب علمية وشهادات أكاديمية عليا، فدعونا نستعرض وإياكم هذه التهاني والتبريكات، ونبتدأ أولا بالأستاذ بالدكتور نكتل يوسف محسن. مبارك حصولكم على درجة جائزة علمية، حقيقة هذه التهنئة والتبريكات لعلماء وخبراء وباحثي منصة أريد لإنجازاتهم العلمية المتميزة. لدينا تهنئة مقدمة من منصة أريد للطيار المهندس محمد الشعلان، مبارك لكم حصولكم على درجة علمية بتقدير الجائزة الذهبية من إدارة الطيران الفيدرالية. تهنئة من منصة أريد للدكتور صابر محمود محمد حسين بتقدير مدرب خبير مكتشف خبير من مايكروسوفت، مبارك لكم دكتور هذا اللقب العلمي وهذه الشهادة المباركة. لدينا تهنئة للأستاذة الدكتورة نسرين محمد السعيد شام المستشارة لجائزة علمية وبتقدير الحصول على الدكتوراه الفخرية على التميز العلمي، فتهانينا لها. عندنا الأستاذ محمد إبراهيم إسماعيل إبراهيم، نبارك حصولكم على جائزة علمية وتقدير تمهيدي ماجستير قسم الدراسات الإسلامية بدرجة ممتاز. تهنئة للأستاذة رحاب السيد عبد الرحمن حصولها على درجة جائزة علمية. الأستاذ حسان سيد محمد عبد الغني، تهنئكم منصة أريد على حصولكم على درجة جائزة علمية. كما أن الدكتورة عيدة مفتاح عبد الكريم الشيلابي حصلت على درجة جائزة علمية، وبدورها تهنئكم منصة أريد وأعضاء منصة أريد على هذه الإنجازات. لدينا تهنئة للباحث معتصم صبحي سلامة جندية، مبارك حصولكم على درجة جائزة علمية بتقدير الشهادة ويرجو القبول. كذلك الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق عبد العال، مبارك حصولكم على درجة جائزة علمية. والدكتورة نورة محمد علي محمد، مبارك حصولكم على درجة جائزة علمية. الدكتور أو الأستاذ عبد الجليل بويحيى، مبارك حصولكم أيضا على درجة جائزة علمية. وكذلك تتقدم منصة أريد بالتهاني والتبريكات لحصول كل من الأسماء والدكاترة والباحثين والأساتذة على درجات جائزة علمية، منهم الدكتور زين العابدين عباس الصافي، والأستاذة حليمة سعيد حامد محسن، والدكتور آيات مجدي محمد، والدكتور سليمان رجب الشيخ. كما تتقدم من منصة بالتهنئة للأساتذة طارق محمود علي فتح الله سلامه، وحصول الأستاذ الدكتور ابن عزوز أبو القاسم آل فرح الإدريسي على درجة الأستاذية، مبارك لكم بروف. الأستاذ علي كامل حمزة السرحان، مبارك حصولكم على درجة الأستاذية أيضا، مبارك لكم بروف. والأستاذية تلقتها الأستاذ الدكتور زينب صلاح محمود يوسف، وبدورها تهنئها منصة تريد على هذا الإنجاز. الأستاذ الصوفي أيضا عبد الوهاب، والأستاذ الدكتورة فتحية بنت أحمد بنت السيد أحمد بديري، والأستاذ الدكتور سمير سليمان عبد الجمل، والأستاذ الدكتورة واقدة يوسف كريم، كلهم قد حصلوا على درجة أستاذية. هذه إضافة حقيقة علمية ومعرفية. وكذلك الأستاذة الدكتورة هناء محمود إسماعيل جنابي، فهذه الدرجات إضافة لمنصة أريد. نفتخر بعدد الأساتذة ومن حصلوا على درجة بروف. والآن المباركة والتهنئة لمن حصلوا على درجة أستاذ مشارك، وهم أيضا إضافة والعقبة للأستاذية لكل من الأستاذ من الدكتور آدم أحمد آدم، وبن قايد فاطمة زهرة، وثابت حسن جمعة الجبوري، والدكتور حياد عفوا حياد اسماعيل مرعيد، والدكتور طهراوي ياسين، طبعا حصلوا على درجة استاذ مساعد.
وكذلك الدكتور سفيان خلوفي والدكتور سمير نور الدين دردور، وأيضا الدكتور جودة عطية فرج الله حصل على درجة الدكتوراه، ولدينا دكاترة جديدة، دكاترة جدد في هذه المنصة، نفرح بهم وبتخصصاتهم وبشهاداتهم وبأطاريحهم العلمية، والتهنئة تصل وتستمر للأستاذة فرح الهواري والدكتور عبد الجليل علي عباس والدكتور عبد الغني مساوي، وأيضا عفوا الدكتور عبد السلام شكركر والدكتور عمر محمد قاسم محمد والدكتور حسين عبد الفتاح محمد قاسم والأستاذ مساعد الدكتور النعيم سليمان صالح، كذلك عفوا من حصلوا على الدكتوراه الدكتور اياد عبد الرحمن محمد الزعيم والدكتور محمد عوض العامري والدكتوره حياه خابط والدكتور عمر محمد قاسم محمد والدكتوره حياه خابط ذكرناها، وايضا الدكتوره حياه سعيد والدكتور لكحل صليحه وايضا الدكتور علي شاكر كاظم. وتستمر التهاني من منصة أريد لمن حصلوا على درجة الماجستير، فمبارك لهم والعقبة للدكتوراه، كل من الأستاذة هدى قاسم بابير والأستاذ فرج مراجع فرج بن موسى والأستاذة رغد أحمد حسين الشمري والحبيب أسموني والأستاذ عبد الكريم أحمد صالح مسعد الجبري والأستاذة نجاة حسني حسن الحناني والباحثة رانيا عاطف والدكتورة كريمة رزق محمد رزق، وأيضا الأستاذة عفوا الأستاذة نجاة حسني حسن الحناني ومحمد أحمد عيسى محمد والأستاذ مصطفى عبد الحليم علي محمد لحصولهم على درجة الماجستير بتقدير امتياز. مبارك للجميع، مبارك لباحثينا، مبارك لأعضاء منصة أريد، وهم يتنقلون بين هذه الدرجات العلمية في حصولهم على الشهادات وعلى الألقاب وعلى التقديرات وعلى المناصب التي يتبوؤونها، ويخدمون منصة أريد كل من خلال موقعه ويتواصلون ويتفاعلون، فكل الشكر والتقدير لكل عضو حقيقة من 118,000 المسجلين معنا، والشكر خاصة لمن يحضر معنا هذه الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس منصة أريد العلمية على هذا التواصل وهذا الإنجاز العلمي المتميز الذي نفخر به ونعتز، وبالتالي نشكره هنا ونذكره الآن.